بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، وصلنا في شرح مفتاح الوصول للتلمساني إلى قوله: المسألة الأولى له أي الشرطية يفيد العموم. أي تكون اسم موصولا وتكون اسم شرط وتكون اسم استفهام، وكل ذلك هي فيه من ألفاظ العموم. وهذه المسألة في أي الشرطية فإنها تفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المرأة، أصحابنا المالكية ومعهم في ذلك أيضا الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية، على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل. إذا عقدت، المقصود إذا تولت أمر نفسها ولو كان العاقد غيرها، لأن العقد من شأن الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت تحدد زوجها المهر وتقول: اعقدوا فإن النساء لا يعقدن، فنكاحها باطل، لأن هذا النكاح بدون وليين، والنكاح بدون وليين فاقد لركن من أركانه، بقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا النكاح بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا مخرج للأمة، فإن الله قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، وشرط ذلك في كتابه الصريح. أما الحرة فلم يشرط لها الولي في القرآن، وجاء شرطه في الأحاديث، كهذا الحديث: حديث عائشة: أي امرأة نكحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا لا نكاح إلا بولي، قد رواه عنه 20 من أصحابه، قد سبق تخريجهما. والحنفية يرون أن هذا زيادة على النص، وأن زيادة على النص نسخ، وأن الناسخ لا بد أن يكون مساويا للمنسوخ في درجته، وأن هذه الأحاديث لم تصل إلى درجة التواتر، وأن القرآن متواتر، والقرآن فيه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وليس فيه اشتراط للولي. فأيما امرأة نكحت، هذه أي الشرطية بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذه جملة الجواب، وهي مقترنة بالفاء، لأن الجواب إذا لم يصلح لمباشرة الشرط يجب اقترانه بالفاء أو إلى الهجائية، كما قال ابن مالك: وقرن بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. ومن النادر خلو الجواب الذي لا يلي الشرط من الفاء وإذا، ومن ذلك قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مقرون. وكذلك قول الآخر: بنيث علي لا تنكع العنز حقها، بنيث علي من ينكع العنز آثم، آثم معناه فهو آثم، وحذفت الفاء أو لم يؤت بها، مع أن الجواب لا يلي الشرط. فأيما من الفاظ العموم هنا، وهي اسم شرط، وبهذا يستدل المالكية والشافعية والحنابلة على بطلان هذا النكاح، لأنه شامل لنكاح كل امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا، فالولي ركن من أركان النكاح عندهم. الحنفية يرون أن الركن مختص بالصيغة فقط، وأنه الإجاب والقبول، وأن ما سوى ذلك من الزوج والزوجة والولي والصداق والشهود كلها شروط وليست أركانا عندهم، ولا يرون اشتراط الولي. وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي لفظ طهور، وكذلك يشهد له أيضا حديث ميمونة أنه قال: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. هو يدل على طهارة الجلد بالدباغ، إذا كان الجلد دبغ، سلخ ودبغ، فإنه يطهر بالدباغ، وذلك لعموم أي
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب، والإهاب هو الجلد على الراجح، وقيل الإهاب الجلد المدبوغ بالخصوص. وهذه المسألة وهي طهارة الجلد بالدباغ فيها مذاهب كثيرة، فالحنفية يرون أن الجلد يطهر بالدباغ ما لم يكن جلد خنزير، لأن الخنزير لا جلد له، بل كله لحم، والله قال أو لحم خنزير. والمالكية يرون أنه لا يطهر بالدباغ، ولكن يجوز استعماله في اليابس والماء، فيجوز أن يستعمل دلوا أو رشاء أو قربة، وكذلك في اليابس كأن يجعل ظرفا للحبوب ونحوها من ما هو يابس، ولكن لا يجوز بيعه عندهم لأنه من النجس الذي لا يحل بيعه، وكذلك لا يجوز مسه في الصلاة لأنه لا يطهر بالدباغ. فمثلا إذا انتزع الإنسان دلوا من ماء، فإن مسه الدلو طهر المكان الذي مسه منه من الماء الذي فيه. ومن أهل العلم من يرى طهارة الجلد بالدباغ مطلقا، ومنهم من يفرق في ذلك بين جلد ما يؤكل لحمه وجلد ما لا يؤكل لحمه، لأن مورد الحديث جاء في جلد شاة، وهي مما يؤكل لحمه لو ذبحت، لو أنها ذكيت لجاز أكل لحمها، بخلاف الحمر الأهلية فإن جلدها لا يطهر بالدباغ. وقد استثني من ذلك ما يسمى بالكيمخت، والكيمخت ما يجعل قرابا للسيوف، أي بمثابة الغمد للسيف، من جلد الحمار، وقد كان مستعملا في الجاهلية وترك كذلك في الإسلام، فاستعمله الناس فدل ذلك على إباحته بالخصوص. فالذين يرون أن الجلد مطلقا يطهر بالدباغ يستدلون بهذا الحديث، فيرون أن لفظة أيما من ألفاظ العموم، أن أيا الشرطية هنا من ألفاظ العموم، وقد عمم ذلك في كل إهاب. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس وحديث ميمونة، يعارضه حديث عبد الله بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عظم. ولكن حديث ابن عكيم له علل، لأن ابن عكيم لا تثبت صحبته، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه حدث عن أشياخ لهم من مزينة، وهؤلاء الأشياخ مجهولون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم هذا الحديث المروي بالكتابة دون أن يكون ذلك سماعا أو اتصالا، ولا يدرى من الرسول الذي أوصل إليهم الكتاب إلى آخره. وأيضا فإن حديث ابن عكيم فيه أن لا ينتفعوا من الميتة بجلد ولا عظم، فيمكن أن يكون ذلك في غير المدبوغ، ويكون الانتفاع الذي في حديث ابن عباس وميمونة إنما هو في المدبوغ، لأنه قال يما إهاب دبغ فقد طهر. المسألة الثانية لفظ أي للاستفهامية، فأي أيضا تستعمل سمى استفهام، فهي أيضا من ألفاظ العموم، تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها، فجوابها يكون عاما، كما يحتج ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى أبو ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. فهنا أي الرقاب، فأي الاستفهامية هنا من ألفاظ العموم، واستدل بذلك ابن القاسم على أنه يشمل الكافر والمسلم، لأنه سأل عن أي الرقاب، والجواب يقدر معه السؤال. فاللفظ النبوي ليس فيه لفظ أي، ولكنه مقدر معه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل أي الرقاب، هو أبو ذر رضي الله عنه، أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا، أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، أي أفضل الرقاب، وأفضل الرقاب يكون هذا السؤال معادا في الجواب، أغلاها ثمنا. وكاحتجاج أصحابنا
على أن ذوي الأرحام لا يرثون. بحديث جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث ولما يرث، ولما لم يذكر فيها ذو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. وهذا لا شك فيه تمحل، لأن حديث جابر ليس فيه ذكر أي أصلا، وليس فيه اسم الاستفهام، وإنما فيه فكيف الميراث، فإنه سأل عن كيف يكون الميراث، فجاءت الآية بيانا للكيف لكيف، وهي اسم الاستفهام. ولذلك جاء القرآن تفصيل من يرثون، سواء كانوا من أهل الفرائض أو من العصبة أو كانوا يرثون كلالة، ولم يذكر الله في كتابه ميراث ذوي الأرحام، توريث ذوي الأرحام، ولذلك لم يأخذ به المالكية، وهو الرد على ذوي الأرحام، وقد أخذ به جمهور أهل العلم. والمتأخرون من المالكية الآن رجعوا إلى الأخذ به، لأنهم يرون أن بيت المال في زماننا وهذه الأزمنة غير منتظم، فذوي الأرحام أولى بمال الميت من بيت المال. المسألة الثالثة: حرف النفي إذا دخل على النكرة أفاد العموم. فحرف النفي إذا دخل على النكرة، فالنكرة في سياق النفي تدل على العموم، فالحرف ليس هو الذي يدل على العموم، وإنما تدل عليه النكرة في سياق النفي، كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فالمال المستفاد وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالفائدة، وليست هي الفوائد المعاصرة عند أهل هذا العصر يطلقون الفوائد على الربا، والفوائد هي كل مال نتج لا عن نتاج ولا عن ربح. كل مال استفاده الإنسان ليس من ربح ماله ولا من نتاجه، فهذا هو الفوائد. مثلا لو أهديت له هدية، أو باع شيئا من ماله فكان ثمنه من جنس المال الذي يملك، وكذلك الرواتب المتعددة، وكذلك لو ورث مالا أو خالعت المرأة زوجها بمال، وكذلك الصداقة أيضا للمرأة، هذا يسمى الفوائد. والفوائد إذا كانت من الحيوان فإنها تضم للنصاب الكامل قبلها. إذا كان الإنسان يملك مثلا 5 من الإبل، فإذا كان في أثناء الحول اشترى 5 أخرى أو هدية إليه 5 أخرى، فإنه يضم هذا المال الجديد للمال الأول، لأنه من الحيوان، ولذلك قد ينتقل من نوع الزكاة، كما إذا كان له 20 من الإبل واشترى عليها 5، فإنه ينتقل من الزكاة بالغنم إلى الزكاة بالإبل، فيخرج بنت مخاض، لأنه تضم الفائدة له وإن قبل حوله بيوم ولو بيوم واحد، لا لأقل من نصاب. إذا كان يملك أقل من نصاب، كمن كان يملك 4 من الإبل فاشترى إليها 5، فإنه يستأنف الحول من تمام النصاب، وذلك عندما ملك 5، ولا بد أن يكون النصاب كاملا حتى تضم إليه الفوائد. أما ما يتعلق بالنقود وهي التي تسمى مالا في أغلب الإطلاق، وهو اصطلاح عرفي، يعني حقيقة عرفية، فإن إطلاق المال على النقود، فلذلك إذا كان الإنسان يملك نصابا من النقود وحال عليه الحول، وقبل تمام الحول ملك مالا آخر، فإنه مختلف فيه هل يضمه له أم لا. فالحنفية يرون أنه يضمه كما يضم الحيوان، والجمهور يرون أنه لا يضمه، وهو بالخيار، إن شاء جعل لنفسه عددا من الأحوال، كالذي يزكي في كل شهر، لأنه مثلا
جاءه الراتب الأول فوفر منه نصابا، فكان ذلك في شهر رجب، وجاء الراتب الثاني فوفر منه نصابا فكان ذلك في شعبان، والراتب الثالث في رمضان، والرابع في شوال، وهكذا. فحال الحول فعند الحنفية يجمعها مع الأول الذي هو في رجب، فيكون حوله لكل ماله في رجب يزكيه زكاة واحدة فيخرج منه 2.5%. وعند الجمهور أنه لا يجب عليه دفع الزكاة في كل فائدة أو في كل مال إلا بعد أن يحول عليه الحول، فالحول حال في رجب على المال الأول، وحال في شعبان على المال الثاني، وفي رمضان على المال الثالث، وهكذا، فيزكي كلا في حوله إذا شاء. والجمهور يستدلون بهذا الحديث وهو لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فهذا الحديث وقد أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، والإجماع منعقد على أن الزكاة يشترط لها 3 أمور، هي تمام الملك وتمام النصاب وتمام الحول. فلا زكاة في المال إذا كان أقل من نصاب، ولا زكاة فيه إذا كان غير مملوك لشخص واحد، ولا زكاة فيه إذا كان لم يحل عليه الحول، إذا كان من تجارة أو حيوان. أما زكاة المعدن والثمار فلا تحتاج إلى الحول. الثمار عندما يبدو صلاح الثمر والحب وأن يفرك الحب فإنه تجب فيه الزكاة، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والراجح هو مذهب الجمهور أن قوله وآتوا حقه هو الزكاة، وأنه ليس فيه حق غير الزكاة. والمسألة فيها خلاف وهو عند بعض الحنفية، وقد فصله الجصاص في أحكام القرآن. وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبييت في صوم التطوع. فإنه صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فإن قوله لا صيام هذه أداة النفي لمن لم يبيت الصيام من الليل، وصيام هنا نكرة وهي في سياق الإثبات، فكانت من ألفاظ العموم فيشمل هذا صوم الفرض وصوم النفل وكل صوم. فلا بد من تبييت النية، لأن النية لا بد أن تسبق العبادة، والعبادة تبدأ من طلوع الفجر الصادق، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعلى هذا لا يصح صوم إلا بنية من الليل. وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، وحديث إذا فأنا صائم، وسبق أن الحنابلة والشافعية يرون أن الإنسان إذا لم يتناول مفطرا وكان ذلك في صوم النفل وكان قبل الزوال، فإنه يمكن أن ينوي الصوم من جديد في النهار. وبهذه الشروط، لا بد أن يكون لم يتناول مفطرا، ولا بد أن يكون نوى ذلك قبل الزوال. أما ما بعد الزوال أو إذا كان أفطر تناول مفطرا فلا يكون بذلك صائما. على وجوب التبييت في صوم التطوع. أما صوم الفرض فلا خلاف فيه يذكر في هذه المسألة، إلا الإمساك فقط، والإمساك لا يعتبر صوما لأنه لا يجزئ في الأداء، بل لا بد أن يقضي يوما مكانه، كما إذا ثبتت رؤية رمضان في النهار فيجب على الناس أن يمسكوا، ولكن ذلك اليوم لا بد أن يقضى، أن يقضوا يوما مكانه. المسألة الرابعة الألف واللام، أي الجنسية، إذا دخلت على الاسم سواء كان مفردا أو جمعا أفادت فيه العمومة، سواء كان مفردا أو جمعا. ومنهم من قال لا تفيد العمومة في مفرد ولا جمع، ومنهم من قال تفيد العمومة في الجمع دون المفرد، وهذه كلها أقوال، ولكن الراجح أنها تفيد العمومة مطلقا في المفرد والجمع. ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد
لا يجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام. فالكلب هنا جنس شامل لكل الكلاب، سواء كان كلب صيد أو كان كلب زرع أو غنم أو غير ذلك، كلب الحراسة المحرم اتخاذه. ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام الجنسية، وذلك هو الذي يسمى بالاستغراق، لأن ثمن الكلب معناه ثمن كل كلب حرام. ولذلك في الحديث: فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا له كفه ترابا. ومن المالكية من رأى جواز بيع الكلب الذي يجوز استخدامه واقتناؤه، وهو كلب الصيد وكلب الغنم والزرع، فرأوا جواز ذلك، وقال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه، مبالغة في إباحته. ومثاله بالجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع. فهذا الحديث فيه عموم، وهو السباع، والسباع تشمل الكلب وغيره، وهي اسم جنس وجمع، فاندرج في عموم السباع. وهذا ورد فيه عدد من الأحاديث، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو حديث القلتين المشهور من حديث ابن عمر، وقد اختلف فيه في تصحيحه لدى أهل الحديث كثيرا، لأن مداره على الوليد على الوليد بن أبي كثير، وهو ينتحل نحلة الخوارج، وكذلك على محمد بن إسحاق، وقد كذبه مالك، وكلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن جعفر بن الزبير، وتارة عن عباد بن جعفر، وكلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. ولذلك فإسناده فيه علل، وأيضا في متنه علل، لأن لفظ القلتين جاء في هذه الرواية، وفي سنن الترمذي قلتين أو ثلاثا، وفي سنن الدارقطني: إذا بلغ الماء 100 قلة لم يحمل الخبث. وهذا اضطراب في المتن. وأيضا القلال غير محددة، والرواية التي فيها قلتين من قلال هجر لا تصح، لأن مدارها على المغيرة بن صقلاب، وهو ضعيف لدى أهل الحديث. وقلال هجر أيضا ليست على مقاس واحد، ففيها الكبار والصغار. ولذلك أخذ بهذا الحديث أو بدلالته عموما جمهور أهل العلم من الحنفية، من أقصد من الشافعية والحنابلة، وهو قول لبعض المالكية. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة والخلاف فيها، في أن قليل الماء إذا وقع فيه نجس ولم يغيره لا ينجس به، وقيل ينجس. الخلاف في تحديد القليل، هل هو ما دون القلتين، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أو هو إناء غسل أو وضوء، والغسل يكون بالصاع والوضوء يكون بالمد، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع وتوضأ بمد، وهذا رأي المالكية. وكذلك الأقوال المروية عن الحنفية الثلاثة، وهي أنه ما إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر، وما إذا شرب منه الإنسان لم يعتقد أنه شرب النجس، والقول الثالث بالتحديد أنه 10 في 10 في 10، أي 10 أذرع طولا في 10 أذرع، عرضا في 10 أذرع، عمقا. وقد قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: هذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم. فالكلب سبع، فاندرج في عموم السباع. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج إلى الحج ومعه عمرو بن العاص،
فجاء إلى حوض بالبادية، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تجيبه، فإننا نرد على السباع وترد علينا. وعموما كثير من أهل العلم يرون نجاسة الكلب، ولذلك يرون أن نجاسته مغلظة، كما يرى الشافعية والحنابلة يرون أن نجاسة الكلب والخنزير مغلظة وأنها لا تطهر إلا بسبع غسلات. وكذلك قد جاء تتريب في حديث أبي هريرة، وقد سبق الكلام عليه أو الإشارة إليه. وكذلك في حديث عبد الله بن المغفل: عفروه الثامنة بالتراب، سبقت محاولة الجمع بين الحديثين. وعند المالكية أن هذا الغسل تعبد وليس للتطهير، وأن الكلب ما دام حيا فهو طاهر، والحياة عندهم علة الطهارة، فالشاة ما دامت حية تكون طاهرة، فإذا ماتت من غير زكاة كانت جيفة نجسا. واستدل المالكية بما أخرج البخاري في الصحيح والنسائي كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر زبان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والكلاب إذا أقبلت وأدبرت لا بد أن تلهث، وإذا لهثت لا بد أن يتطاير لعابها، ولعابها هو الذي يغسل منه الإناء. وأيضا جاء في صحيح مسلم إذا في حديث أبي هريرة روايته: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. وهذه اللفظة وهي كلمة فليرقه، قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الحديث على أنها شاذة، فهي شاذة وإن كانت في صحيح مسلم. وذلك لا ينافي صحة ما في صحيح مسلم، لأن الحديث بذاته صحيح، وكون لفظ واحد منه معلل علة تقتضي تركه لا يقتضي تضعيفا للحديث، وإنما يقتضي طرحا لهذه الكلمة فقط وهي فليرق. المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم، هذه من ألفاظ العموم، كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. المالكية والجمهور يرون أن النبيذ إذا كان عرضة للإسكار فإنه يحرم، وذلك إذا أرغى وأزبد. ولذلك لا ينظرون إلى المادة التي انتبذت، سواء كانت من العنب الني أو من الزبيب أو من التمر أو من الذرة أو من غير ذلك. وعند الحنفية لا يرون ذلك خمرا، ويقولون النبيذ في أصله مباح، وقد جاءت أحاديث فيها شرب النبيذ، ولكن المقصود به الماء الذي نبذ فيه تمر أو سويق أو نحو ذلك، وليس هو النبيذ المعروف عرفا. والنبيذ المعروف عرفا المقصود به الشراب الذي قد أرغى وأزبد وتغير، فيصبح عرضة للإسكار، وإذا أكثر الإنسان منه سكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو ما أسكر منه الفرق فملء اليدين منه حرام. وهذه المسألة اشتهر الخلاف فيها بين أهل المدينة وأهل العراق، وقد تندر بذلك الشعراء في أيام ابن العباس. قال أحد الشعراء: أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال: حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي: شرابان واحد، فحلت لنا من بين قوليهما الخمر، نعوذ بالله. وقال الآخر وهو عراقي يقول: دع الخمر يشربها الغوات، فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، وإلا يكن هاء تكنه، فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. الحديث فيه: كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا الحديث في الصحيحين والموطأ، وهو مقتضٍ لحرمة كل شراب أسكر،
سواء كثر أو قل. وكما يحتج أصحاب الشافعية على أن الزواج لا يكون على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي والشاهد عدل. وهذا اللفظ غريب إذا فليس معروفا في كتب الحديث، ولكن جاء من حديث عائشة عند الدارقطني: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين. وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة وهو مجهول، ولذلك ضعفه ابن عدي في الكامل وغيره. فلو صح الحديث فيكون لفظ كل يشمل كل نكاح لم يحضره أربعة، وليس هذا ليست الدلالة هنا راجعة إلى لفظ كل، بل المقصود التفريق بين الأربعة بين الخاطب والولي، والعطف يقتضي المغايرة، فهذا يدل على أن الخاطب لا بد أن يكون غير الولي، ولكن الجمهور يرون أن الخاطب يمكن أن يكون هو الولي، كما إذا تزوج الإنسان ابنة عمه وهو وليها، أو كانت ثيبا ولو كان لها ولي أقرب فيجوز النكاح بولاية ولي أبعد مع أقرب إن لم يجبر، ولذلك يتولى الطرفين، يتولى الزوج الطرفين إن إجاب القبول، فيقول: زوجت نفسي فلانة، وحينئذ يكون قابلا هو بهذا هذه الصيغة. ولهذا قال خليل رحمه الله في المختصر: ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه وتولى الطرفين، فيتولى الطرفين أي الإجابة والقبول. وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، فهو المضاف إلى المعرفة سواء كان مفردا أو جمعا. وفيه من الخلاف ما في المعرف بأل، وذلك ثلاثة أقوال: أنه لا يفيد العموم مطلقا، والقول الثاني أنه يفيد العموم مطلقا، والقول الثالث بالتفصيل بين المفرد والجمع فيفيد العموم في الجمع دون المفرد. ومثاله احتجاج أصحابنا أي المالكية على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث، ففيها بسبع وعشرين درجة وفيها بخمسة وعشرين جزءا، ولكن المذهب الجمهور أن الجماعة تتفاضل بكثرة الجماعة، كلما زاد شخص زاد العدد ويزيد الأجر. قد ورد في ذلك حديث وهو متكلم فيه، وهو: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. ولو صح الحديث لكان حاسما في المسألة. والمالكية يذكرون أن الجماعة لا تتفاضل، فلو صلى الإنسان في الملأ كبير فلا فرق بين ذلك وما لو صلى مع امرأته وحدهما أو صلى معه صبي فقط. ولهذا تختلف نصوص المالكية في هذه المسألة، فخليل رحمه الله قال: ولا تتفاضل في ذكر الجماعة، والعلامة محمد مولود رحمه الله قال: وتتفاضل بكثرة الملا وفضله فابتغي جما فضلا. فالجماعة هنا محلا بأل، وهذه أل جنسية وهي داخلة على اسم جمع، فكانت من الفاظ العموم فيشمل ذلك كل جماعة. ولا شك أن حكم الجماعة ينطبق على الكثير والقليل، فيبقى فقط الكلام في فضلها، في القدر الذي يحصل به الفضل، هل الفضل فيه متساوي أم لا.
فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فرد بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة، لأن العدد هو 27 درجة أو 25 جزءا، وكذلك 25 ضعفا في الحديث الآخر. فهي دائما صلاة الجماعة تفضل به، لكن لا مانع من أن يكون للجماعة ولو أقل حد منها التضعيف بهذا العدد، ويكون ما زاد على ذلك من زيادة أفراد الجماعة أجرا آخر غير هذا. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها، وذلك أنهم يرون أن النفل يجب بالشروع، وهذا مذهب المالكية والحنفية، فإنهم يرون أن النافلة كلها تجب على من شرع فيها، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالك. والشافعية والحنابلة يرون أن النفل لا يجب بالشروع. وتحرير محل النزاع هو أن يقال إن الحج والعمرة لا خلاف في وجوبهما بالشروع عند الجميع، فلا يحل للإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة أن يفسده أو أن يقطعه بحال من الأحوال. ولذلك القاعدة الفقهية صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان. طاءان أي الطهارة والطواف لا يرفضان، أي لا يبطلهما رفض الإنسان للنية، بخلاف الصادين وهما الصلاة والصيام، فإذا رفض الإنسان النية في الصلاة بطلت، وإذا رفض النية في الصيام بطل، بخلاف نية الرفض، فإذا نوى أن يرفض ولم يرفض فإن ذلك لا يبطل. هذا هو اللغز الفقهي المعروف، الفرق بين نية الرفض ورفض النية، كما قال الناظم ونية الرفض ورفض النية حكمهما ليس على السوية، ولذلك قال فيه ولا يعرف ذلك حكم غبي. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا أعمالك، والنافلة عمل فهي داخلة في عموم العمل، لأنه جمع مضاف إلى الضمير، وذلك من النكرة المضافة إلى المعرفة، فيكون هذا معرفة. وهذا في الجمع، ونظيره أيضا في المفرد، فإن المفرد قد يضاف إلى الضمير فيعم، مثل قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فإن قوله بنات عمك عام في قريش جميعا، وكذلك بنات خالك عام في بني زهرة وفي قريش والأنصار، لأنهم أيضا من أخواله، وكل قبيلة من العرب يعرف بها خؤولة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا قبيلة واحدة وهي بنو تغلب، لكن عموما بنو وائل له خؤولة فيهم، بنو بكر بن وائل له خؤولة فيهم، فتغلب وبكر كلاهما ابناء وائل بن قاسط بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن علي بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا معروف في دلالة اللغة أيضا، ومنه قول الشاعر بها جية والحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. وما جلدها من المعروف أن الحسرى هي الحيوانات التي ماتت من الجوع، وأنها ليس لها جلد واحد، بل كل حيوان له جلد، فلذلك قوله وأما جلدها فصليب أي جلودها كلها. فلذلك تحرير محل النزاع في مسألة وجوب النفل بالشروع، كما ذكرنا أن الحج والعمرة يجبان بالشروع إجماعا، وأما الوضوء والوقف فإنهما لا يجبان بالشروع إذا شرع الإنسان في ذلك ما لم يكمل حيازة الوقف، ما لم يحز عنه الوقف، فإذا
شرع في الوضوء لا يجب عليه إتمامه، وكذلك في الغسل. وأما ما سوى ذلك كالصلاة والصوم ونحو ذلك فهذا هو الذي يجب الشروع. وقد قال علي الأجهري رحمه الله: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، طواف عقوف بالشروع تحتم. وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم. وعموما ورد الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث ليس دليلا، لأنه حجة لكل واحد من الطرفين فكل يحتج به، ولكنه ليس دليلا قويا لأن فيه مجازان على كلا القولين. فعلى مذهب المالكية والحنفية الذين يرون وجوب النفل بالشروع يقولون: الصائم مجاز، معناه مريد الصوم، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام على الحقيقة معناه أصبح صائما، وإن شاء أفطر أي إن شاء قطع، إن شاء لم يصم فهي مجاز. وعند الشافعية والحنابلة الذين يرون وجوب النفل بالشروع يقولون: الصائم على الحقيقة أي الذي أصبح صائما بالفعل، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام على المجاز معناه أكمل صومه، وإن شاء أفطر على المجاز بمعنى قطع، لأن الإفطار إنما هو عند غروب الشمس حقيقة في تناول المفطر عند غروب الشمس. ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واليمين الغموس داخلة في قوله في عموم الأيمان، لأنه قال: ذلك كفارة أيمانكم، وأيمان جمع مضاف إلى الضمير، فيكون ذلك شاملا لكل يمين. وقد استثنى الله من ذلك اللغو، قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واللغو في اليمين مختلف فيه، هل هو ما يتكرر على الألسنة كقول الشخص: والله لقد أصبحنا في مكان كذا، والله لقد مللنا من كذا، والله لقد رأينا، فلا يقصد به انعقاد اليمين أصلا، فلا يكون اليمين حينئذ منعقد، لا تكون اليمين منعقدة. وهذا قول طائفة من أهل العلم. القول الثاني أن اللغو هو الحلف على ماض كان يظنه كذلك فتبين أنه مخطئ، كما لو قال: والله لقد قرأنا كذا، والله لقد سمعنا كذا، ولكن كان يعتقد ذلك وقت يمينه فتبين أنه غير صادق في يمينه ولكنه غير قاصد لذلك، فحينئذ يكون هذا لغوا ولا تلزمه كفارته. فاليمين التي تلزم فيها الكفارة عند المالكية هي اليمين على المستقبل بخلاف اليمين على الماضي، إلا إذا كانت فاليمين على المستقبل تنقسم إلى قسمين: يمين منعقدة على بر، ويمين منعقدة على حد. فاليمين المنعقدة على بر كقوله: والله لا فعلت كذا، واليمين المنعقدة على حد كقوله: والله لا أفعلن كذا، فإنه إذا حلف أن لا يفعل شيئا فهو بار بيمينه حتى يفعله، لكن إذا حلف لا يفعلن كذا فهو حانث ما لم يفعله. هذا الفرق بين يمين البر ويمين الحد. والله سبحانه وتعالى عمم الكفارة لكل يمين فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فأيمان هنا أضيفت إلى الضمير، فكان ذلك من الفاظ العمومي فيشمل كل يمين. واليمين الغموس هي التي يعلم صاحبها كذبه فيها ويحلف بالله عليها، فالجمهور عندهم أنها أعظم من أن تكفر، والشافعية يرون أنها تكفر. وكفارة اليمين حينئذ تكون مكفرة لهذا الذنب العظيم. ولا شك أن هذا الحنث الكبير هو أن يحلف الإنسان متعمدا على أمر يعلم أنه كذب فيحلف بالله عليه من غير ضرورة، من غير إكراه ولا ضرورة، هذا لا شك أنه من أعظم الذنوب وأعظم الكرائم. نسأل الله السلامة والعافية. واليمين الكاذبة التي يوقن صاحبها الكذبة ويحلف عليها تسمى غموسا، لأنها تغمس صاحبها في النار نعوذ بالله.
ثم قال القول في العموم العرفي. قد ذكرنا من قبل أن العموم إما أن يكون عموما لغويا وإما أن يكون عموما عرفيا. ولك فصلنا العموم اللغوي الذي هو في أصل الدلالة، ونصل الآن إلى العموم العرفي وهو العموم المحذوف الذي عينه العرف، وهو مما يسمى دلالة المقتضى. ومثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع، فلا يمكن أن يشمل هذا المحذوف كل فعل. وقد سبق أن حكم الشرعية إذا أسند إلى عين فإنه يكون من دلالة المقتضى الذي هو محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. فحرمت عليكم أمهاتكم معناه التمتع بها والتلذذ بها وبما بعدها من نساء، فهذه 15 امرأة حرمها الله بكتابه. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء هي المتزوجات، فهن حرام لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، كما إذا كانت المرأة متزوجة ففي الكفر فسبيت، فالسبي يهدم النكاح، ولذلك قال إلا ما ملكت أيمانكم. فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع، فيكون هذا عاما في الاستمتاع، مع أن القاعدة الفقهية هي أن المقتضى لا عموم له، لكن المقصود لا عموم له في الجنس لكن في أفراده هو لا إشكال فيه. فما إن لم يكن عرف في محذوف معين فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا، فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل عقلا، ومن الأمهات المستحيلات عقلا. وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل، ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان واجبا لضرورة توقف صحة الكلام عليه وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا تتجاوز، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع فبطل إضمار الجميع. ومثاله محتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بأي شيء من الميتة مطلقا، وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها، أي لأنها ليست فعلا بل هي عين، وجب الإضمار، فتوقف الكلام على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به. وهذا الإضمار يمكن أن يكون الأكل مثلا، فيكون المعنى حرم عليكم أكل الميتة، و هذا هو أوضح شيء، ولكن المؤلف يرى أن العرف لا يلزمه وإنما يقتضي السياق فقط. ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره، فيشمل ذلك الانتفاع بجلودها وعظامها ومخها وشحمها وكل ما فيها، حتى الشحم لا يدهن به تدهن به الجلود ولا ينتفع به في دهن المراكب البحرية ونحو ذلك.
والانتفاع منها فوجب تعلق التحريم به بكل الانتفاع. ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل. ومثال ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا، كذلك الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإن من شرب ناسيا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والنسيان، فإنه لما لم يرتفع في الوجود وعلم أن المقصود رفع إثمهما فقط لا رفع وجودهما، دل ذلك على محذوف لا بد منه، لا يستقيم الكلام إلا به ويكون كذبا بدونه. قد سبق أن دلالة الإضمار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ما يكون الكلام بدونه كذبا مثل رفع علي عن أمتي الخطأ إذا لم نضمر إثم الخطأ، وكذلك قد يكون الأمر متوقفا عليه عقلا مثل فأرسلوني يوسف أيها الصديق، مثل ضربه، مثل اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، اضرب بعصاك البحر فانفلق، ونحو ذلك. فكله على تقدير لا يستقيم الكلام عقلا إلا به. وكذلك القسم الثالث هو ما لا يستقيم الكلام شرعا إلا به، وقد ذكرنا أن الفقهاء يمثلون له بقولهم: أعتق عبدك عني بمئة، المقصود بعني عبدك بمئة ثم أعتق عني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. وقد ذكرنا مثاله الصحيح من قبل. فلذلك قال: علم ضرورة صدق الشارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقول كذبا، ولذلك لا بد أن يكون ثم محذوف، فعلم أن في الكلام حذفا يفضي تقديره إلى صدقه، فيفضي تقدير ذلك المحذوف إلى صدق الكلام. ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره، والقضاء مما يصح إضماره، فكان ذلك شاملا لكل ذلك، فيكون القضاء أيضا مرفوعا، فيكون رفع عليه عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، ورفع عليه عن أمتي القضاء في الخطأ والنسيان، وهكذا. والكلام فيه كما تقدم، فقد سبق الكلام فيه بأن التقدير إما أن يكون متعينا عرفا، وإما أن يكون أن يؤخذ على سبيل الإجمال، قد ذكرناه في مسائل الإجمال. ونقف الآن على القسم الثالث من العموم، وهو العموم العقلي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. وسنحاول الإتيان بجواب بعض الأسئلة، فيها الأسئلة السابقة واللاحقة. نعم، سهم. بعض الناس يجد الإمام في الركعة الأخيرة وبقي له أقل من ركعتين، فيجمع من جاء ليصلوا جماعة ولا يدخلوا مع الإمام، فهل هذا مخالف قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا؟ نعم، إذا جاء الإنسان فالأصل أن يدخل مع الإمام، ويحصل له الفضل بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام. فالصلاة، صلاة الجماعة، لها حكم ولها فضل، فحكمها لا ينسحب إلا بإدراك الركعة، وفضلها ينسحب بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، ولذلك قد فاته خير كثير. والجماعة بعد الإمام مختلف في حكمها إذا كان الإمام راتبا، فمن أهل العلم من يرى تحريمها لما فيه من الطعن على الأئمة وحصول الفوضى والنزاع، ومنهم من يرى كراهتها، ومنهم من يرى إباحتها. وهذه الأقوال قد نظمها جدي رحمة الله عليه محمد علي، فقال: جماعة بعد صلاة الملتزم أبو المودة بكرهها جزم، وذهب اللخمي فيما دون أهل المنع وهو ظاهر المدونة، وبعضهم إلى الجواز ذهب، وذا له يدل قول أشهب، وذا له يدل فعل أشهب،
أود منكم شرح الصلاة الإبراهيمية حتى يكون المعنى حاضرا إذا صلينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جواب أن هذه الصلاة جاء فيها عدد كبير من الروايات، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها زيادة في العالمين: إنك حميد مجيد. ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها الاقتصار على الآل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكذلك في هذه الروايات، وكذلك منها: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومعنى اللهم يا الله، ونحن نسألك يا الله أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وهم المؤمنون به، فيشمل ذلك الصحابة وأزواجه وذريته وكل المؤمنين به. فإن لفظ آل بحسب إطلاقه، فإذا أطلق في مقام الأحكام كتحريم الصدقة ونحو ذلك اختص بالمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، فهم آل بيته ما عدا بني أبي لهب. وإذا أطلق في قصد التشريف، فمن أهل العلم من يرى اختصاصه بأمهات المؤمنين وذرية علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء، ومنهم من يعممه كذلك في مؤمني بني هاشم، وعلى الخلاف بين هل يشمل أيضا بني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن وبنو المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. وإذا أطلق في مقام الدعاء فإنه يشمل كل مؤمن به، لأن أتباعه جميعا هم آله. ولذلك قال عبد المطلب: اللهم إن العبد ينصر يمنع رحله، فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. آل الصليب بمعنى على أتباع الصليب. فآل محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء هم كل متبع له وسالك سبيله، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فقد صلى الله على إبراهيم و أخبر بذلك. وعلى آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، فقد بارك الله عليهم وجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحد من العالمين وفضلهم على العالمين. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد، البركة المقصود بها النماء والكثرة والزيادة، وهو دعاء لآله بالكثرة لزيادة أتباعه. وهذا مقصد شرعي، لأنه يزداد أجره صلى الله عليه وسلم كلما ازداد عدد أتباعه. ولذلك ورد في الحديث: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك حديث عرض الأنبياء: فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد، حتى رأى سوادا عظيما فقال: هذه أمتي. فقيل: لا، هذا موسى وإم، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت إلى الأفق فإذا سواد قد سد الأفق. فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وزيادة العدد في الأتباع زيادة فضل وأجر له، لأن كل تابع له إلى يوم القيامة يحصل له أجر جميع أعماله الصالحة، ولا يكتب عليه سيء عمله. وقد نظم ذلك جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال: وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعلى مع مزيد عدد ليس يحد،
وليس يحصي عده الا الاحد، اذ كل مهتد وعامل الى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الاجر كاجر العامل، وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، واربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبه الى رسول الله عالي المرتبه. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، افاده الحائز للسباق على الموطأ بن عبد الباقي. إنك حميد مجيد، معناه أنت أهل الحمد وأهل المجد، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. لي أربع بنات وأريد أن أهب لهن مسكنا، وليس لي أولاد ذكور، فهل هذه الهبة تعد سدا لحرمان ذوي الحقوق من الإرث بعد وفاتي؟ أسأل الله أن يبارك لك في بناتك وفي ذريتك، وأن يرزقك فيهم قرة عين. بحسب نيتك وهذا المنزل، إذا كان منزل سكناك فإنه لا تصح هبته وحوزه إلا إذا خرجت منه سنة عند المالكية ولم تدخله، و حيز للبنات كما إذا استؤجر وجعل لهن أجرته. فإذا عدت إليه قبل السنة فإن ذلك رجوع عن الهبة. وعموما هذا بحسب نيتك، إذا أردت الشفقة بهن والحفاظ لهن على مكان يسكنه فلا حرج في ذلك، لكن حاول أن تثبته كما يمكن أن تبيعه لهن بيعا صوريا بثمن قليل وتأخذ الثمن، ويثبت ملك البنات لهذا البيت. ما قولكم في قول الغزالي إن اللحية عادة عند العرب ولا حرج في حلقها بما أنها سنة؟ لم يقل لا حرج في حلقها، بل قال إن توفيرها سنة وأنها داخلة في خصال الفطرة، وقد قال هذا غيره أيضا من بعض العلماء، ولكنه يشكل عليه كثير من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أوفوا اللحى وأرقوا اللحى وأطفوا اللحى وأكفروا اللحى، بقوله لكن أنا أمرني ربي بإعباء لحيتي وإحفاء شاربي، وأيضا الهدي النبوي بالعمل وهدي الصحابة الكرام. فإنه تفسير لمثل هذه النصوص، فهذه النصوص لم تأتي من فراغ وإنما جاءت مطبقة، فما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم النصوص فهم أولى الناس بفهمها. ما قولكم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي؟ وكتاب من كتب الأصول عموما مثل غيره، وفيه ما يوافق عليه وما يخالف به ككل كتب الأصول. هل هذا صحيح؟ رد السلام واجب عند الوصول لمن به أتى كتاب أو رسول؟ جواب أن الأصل أن بداءة بالسلام سنة، وأن رده واجب، وأن أنه يكفي في الرد رد واحد من الجماعة أي شخص. و إذا كان السلام نطقا فإنه لا بد من جوابه نطقا، وإذا كان كتابة أو إشارة فيكفي في جوابه الكتابة والإشارة. والإضمار في النفس أيضا كاف في ما يتعلق بالكتابة ونحوها. ما حكم بيع العمل الفاسد سعر أقل؟ ما مقصد العمل الفاسدة يقصد؟ يعني لعله يقصد ذلك العملات المتمزقة لا يحل بيعها بثمن أقل مما هو ثمنها، لأنها ليست قيمتها في ذاتها، وإنما هي في رقم السحب التسلسلي. ولذلك إذا أتى بها الإنسان البنك المركزي أو مؤسسة النقد فإنه يستبدلها بنظيرتها، فلو باعها بأقل فيكون قد باع نقدا بجنسه بأقل منه، وذلك هو الربا.
هل تقويم الأسنان جائز أم لا؟ بحسب رأي الطبيب، إذا رأى الطبيب أن الإنسان مريض في لثاته وأسنانه وأن هذا التقويم دواء له لمرض عارض جاز ذلك، وإذا كان ذلك لقصد تغيير خلق الله وتباعد نبتة الأسنان ونحو ذلك فلا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرات، نهى عن الوشر. ما حكم عقد النكاح؟ ما حكم من عقد النكاح على الحامل ولم يعرف عن هذا الحمل إلا بعد الدخول بها؟ بطل هذا النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فهذا النكاح باطل، وإذا وضعت حملها فإنه يستبرئها أيضا من مائه الفاسد بعد طهرها من نفاسها، ثم إذا شاء تزوجها بعد ذلك. لكن إذا كان هذا الحمل من زنا مثلا، فإن الله قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هل العمامة عندنا في مصر تعد من لباس الشهرة، حيث إن غالب أهل البلد يلبسون القلسوة؟ لا، ليست من لباس الشهرة، ولباس الشهرة المنهي عنه هو اللباس الذي فيه خيلاء وسرف لضخامته أو ما يخالف المألوف بالكلية. أما ما سوى ذلك من اللباس المألوف عند أي شعب من الشعوب أو في أي أمة من الأمم كلباس العربي ومنه الإمامة، فهذا لا يعد من لباس الشهرة أبدا في أي بيئة ولا في أي ظرف. من له أب مريض ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، هل يصلي معه ويترك الصلاة في المسجد ليحصل له فضل الجماعة في البيت، أم الأفضل أن يصلي في المسجد؟ الأفضل أن يصلي في المسجد إلا إذا أمره أبوه بذلك، وإذا فعل ذلك مرة أو مرتين فلا يفعله دائما، لا يهجر المسجد. هل يجوز مصافحة من تصر على أنها أرضعتني ولم نجد على ذلك شاهدا على ما تقول؟ الجواب: لا، فالرضاع لا بد من ثبوته، وثبوته مختلف في نصابه، فعند الحنفية لا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين، وعند الشافعية لا يثبت إلا بشهادة 4 نسوة، وعند المالكية يثبت بشهادة امرأتين من أهل العدالة تشهدان به، وعند الحنابلة يثبت بشهادة المرأة الواحدة، ولكن ذلك في النفي لا في الاستحقاق، معناه أنه يقتضي حرمة لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فقعدت على راحلتي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسألته، فقال: كيف وقد قيل وفي لفظ: فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فنكحت رجلا غيري. هل هناك قول في مذهبنا في إعمال الدليلين، في إعمال الائتمام في الجهر والقضاء في السر أو العكس؟ لعل السائل مالكي، والجواب أن الخلاف في المذهب فقط هو في تقديم البناء أو تقديم القضاء، وكذلك هل يقضي القول ويبني الفعل كما هو المشهور أو على خلاف ذلك. وبالنسبة لي، إذا اجتمع بناء وقضاء لراعي مثلا أدرك الوسطيين، أو لحاضر أدرك ذانية صلاة مسافر أو خوف بحضر، فإن خليل رحمه الله قال: قدم البناء. ومحمد مولود رحمه الله في الكفاف قال: يقدم القضاء. وهذا خلاف المذهب. هل يجوز أن يشترط الحجام أجرا في الحجامة؟ الجواب: الراجح أنه يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعا من تمر. وأما حديث كسب الحجام خبيث، فقد حمل على من لا يتقن الحرفة أو يغش الناس فيها، ولا يمكن أن يحمل على كل حجام، لأن هذه مصلحة يقوم بها، والقاعدة الفقهية أن كل من قدم نفعا إلى غيره فله أجرته، فله أن يأخذ الأجرة على ذلك. هل الوضوء في غسل
في الغسل من الجنابة يكفي للصلاة أم يجب الوضوء بعد الغسل؟ لا لا، يكفي الغسل فقط، والوضوء مندرج فيه، بل أصغر ويندرج في الأكبر. ما هو الراجح في المسبوق؟ لكن من الأفضل أن يبدأ بأعضاء وضوئه بعد غسل فرجيه، ثم يبدأ بأعضاء وضوئه. ولكن إذا لم يفعل، فإذا عمم الغسل والدلك لكل بدنه ارتفعت عنه الجنابة، وبذلك يرتفع الحدث الأصغر تبعا لها. الراجح في المسبوق سبق بيانا المسألة ليس فيها ما يمكن الجزم به، لأنها مسألة خلاف بين المذاهب المعتبرة. وأقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا.